بيوم وليلة ماما رمت الرضاعة، جابت لي معها الكاسة حلوة وزرقة ولمعة، بتقولي أنا صرت كبير، بتقولي هذا ما بصير، الرضاعة للأطفال وهلأ أنا صرت كبير. الرضاعة صاحبتي ليل نهار ترافقني، يا ماما أنا بالكاسة الحليب بوقع مني. فجأة بيوم وليلة ماما رمت الرضاعة، جابت لي معها الكاسة حلوة وزرقة ولمعة. بالكاسة ما في راحة، لازم أشرب وأنا قاعد، يا ماما بالرضاعة بشرب حتى وأنا نايم. شو عملت هالرضاعة لتخبيها بشطارة؟ يا ماما وينا وين بدي ألاقيها؟ فجأة بيوم وليلة ماما رمت الرضاعة، جابت لي معها الكاسة حلوة وزرقة ولمعة. حاضر يا ماما، أنا لازم كن شاطر، بدي أتعلم وأشرب الحليب بالكاسة. الكاسة أنا بمسكها والحليب فيها أسكى. باي باي رضاعة، باي 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 رضاعة. فجأة بيوم وليلة ماما رمت الرضاعة، جابت لي معها الكاسة حلوة وزرقة ولمعة.
تقول عيوني بابا 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 شوفي جننتوني بابا 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 طلعتوا لعيوني جننتوني وكل شوي بتعملوا يا بابا عملة خلوني ارتاح شوي بكفي تحكولي هاد بابا 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 شوفي جننتوني بابا 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 طلعتوا لعيوني جننتوني بابا 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 طلعتوا لعيوني لحالو لحالو عم بيروح لحالو 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 عم بيروح لحالو عم بيروح لحالو عم بيروح لحالو طلع الزين من الحمام يا سلام ويا سلام غسل ايده وكل شي تمام دوا
باي باي. الحلويات مو كل شوي، هاللي صار كله من ايدي، رح اكل اشهى الخضرة وفواكه طيبة وطعمها ياي. اسمي زوزة، اسمي زوزة، ايد العوني يا منحوزة، اسمي زوزة، اسمي زوزة، اسنانك حبها مغروسة. زوزة زوزة. انوس انوس شو قصته؟ هالصبي اللي كتير حبوب، يلي من لما عرفته عم يحمل أطيب قلوب. أنوس يا ترى شو قصته؟ هالصبي اللي كتير حبوب، يلي من لما عرفته عم يحمل أطيب قلوب. من طبعه لما بيشوف ختيار بنظره ما يشوف، وبده يخطي هالشارع على طول بيعمل معروف. أنوس أنوس بنت صغيرة ملاقيها، وما في أي شي دفيها، وعلى كتفه لابسها الشال وبكل الحب يعطيها. أنوس أنوس في مرة من المرات شاف العامل عالطرقات تعبان وبيلم ورقات، قدم له المساعدة. هذا الرصيف كان في قط كتير أليف، ضايع من أمه المسكين، واهتم في بقلبه اللطيف. أنوس أنوس بابارارارا، أنوس أنوس بابارا. أنوس يا ترى شو قصته؟ هالصبي اللي كتير حبوب، يلي من لما عرفته عم يحمل أطيب قلوب. هل قمتم بتجربة تطبيق عالم مرح؟ ليس بعد؟ يوجد عليه العديد والعديد من الأغاني والألعاب الترفيهية والتعليمية للأطفال. حملوه الآن